أول أمر، في كل مرة بقدر ما تطول حرب غزة، بقدر ما بيصير احتمالات توسيع حرب لبنان قائمة. يعني ما بتقدر غزة تكون حرب مستمرة وعم تتطور باتجاهات مختلفة وحرب لبنان بقيت على قاعدة الاشتباك. نحن بعد ما فينا نقول ما فتنا بالحرب، نحن هلأ بعدنا بحالة الاشتباكات، الاشتباك يلي هو 1701، ويلي الأمين العام وحزب الله والدولة اللبنانية عم تقول نحن في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة عم نحررون، هودي قرار أراضي لبنانية بدها تحرير وعم نحارب من أجل هذه الأراضي. يعني في 1701 يلي بيسمح أنه يصير معارك ويصير مقاومة على الأراضي المحتلة. طبعا هذا الوضع بعد ما فتنا بالاشتباك بالحرب. هلأ إذا طال الوضع بغزة والأمين العام حكي عنا بوضوح هذيك المرة، إذا طال العام بده يعمل أكثر من إشغال، أكيد بده يعمل أكثر من إشغال. إذا طالت بدت تتوسع حرب لبنان، ولكن هو ربطها بك أيضا منع سقوط حماس. وإذا توقفت لسبب شدت، أنا بالوقف أنه أهم شيء بيطلع بالمؤتمر وقف إطلاق النار. إذا وقفت إطلاق النار بتكون وقفت الاشتباكات حيث دعن. أوكي. إذا بدك هذه الصورة. طبعا أنا عم بقول كلام ما قبل كلام السيد، لأنه بالنهاية صاحب القرار في هذا الأمر هو السيد حسن نصر الله. ولكن هو ربط